اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أنا هضرت ضد سيدي عدان أغفل العبد من سرق ذلك سيدي ربي سبحانه وتعالى نتدي خيخا ذي جميع الأعمال نس أما تقوينا ديني أما تقوينا قري يخدم. والدرس قاعد نكمل في نفس الموضوع، أفي العبد والزرارة بالليم سيد ربينا شوي يفيد دي جميع الأفعال نس أي مثلا ونسي نانو يدي زرارة سيد ربينا يخسر يخسر دوني ثيس يخسر يا خاطي نس أمين يحون دي القيامة وين سرق فلا سيدي ربي سبحانه وتعالى اما ذكوين اديف غاند قميس اما ذكوين ذكوين انا يخدم على خطر يعذبين اي مثلا ذكوين سرق المهمين اللي دونيث ان كل المخلوق اديف كاسي ربي سبحانه وتعالى غير دونيث يسعى المهمين اما العلم اما الحيوان اما النبات اما الجمال ونشتكي مرة من كل يوم يزرع المهمين فاش كي تدي فكاس ربي ويتقامش المهمين حاشا الانسان انسان الا وين يزرع فاش كي تدي فكاس ربي ويتقام في المهمين واقي يربح الدنيا يربح يخاف يزرع فاش كي تدي فكاس ربي ولا ولا نوذ نظام وزرينا لا فاش كي تدي فكاس ربي هاد شعوم دي بحال الدنيا حاشا ما لقينا غرقا وربح الدنيا وربح يخاف اذا يا فحي فات وين يزران افاش في دي فكاسي دربي ذا شو المهمه في دي فكاسي دربي غير دوني خاطر ما دينا المهمه العام نغلى ميسيون العام مالينا يسعان الميسيون المعنى الوقت اللي لا ميسيون ولا قرار غادي فات وين يغير وين تدي شكان غاف المهمين لنا غاف لا ميسيون اذا العام اش قاعد يدربي غير دوني اللي مهمه باش هذا في عدد وثيغيميت وصغيما لا طاس دي المهمه يا اليوم أين يبغي كيف لا قرار ذي مثل كل نفس دائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كربين إلا ندي الدنيا مرة ولا قرار أثي الدوض الوقت يسأل روح سبحان الله أين يبغي يعيشي تماك ازدقاء وش بيحن ازدقاء سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وش بيحن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به عيش إن كان جفن ولا قرار تسنفض حمل وإن كان جفن ولا قرار تفرقض خذ من كان جفن ولا قرار أكيد جزي ربيس أم كان جين يتسطف إلى عباد مرة أولا شنك زمان الذي من عدلس إلى قناة حقيقة أنا أقرى كان إلى قناة سنخمم إذن وين أغديف كان غد دونيث ولا قرار ذا غيره الورس إلى قناة عقيب اليوم ما لا نغير غرس انا نغير ذا شو العمل انا ويدنا ذا شو توعوين انا ويدنا انك شو مد غير دوني في كيا ربي سبحانا ولا شكرا تنقد بكاتي الان واش اللوفان دي وين دلو يلس ولكن ما نغير غرس واذا قال انا نغير نشور دلو يقنع فيك سبحان الله كيف مثلا طب مصير الانسان ماشي الموت راه يمثل هذا غدر دوني ثاني حقيقة ولكن الموت يتسمى سفر موت اللي خلق ربي باش اللي يمث يخلق ربي باش إما هذيك الشيء هذي روح الجنة أرسيب ربي جميعا يثمثل وإما هذي روح الجهنم أتبع ربي في النار جميعا يثمثل فريق في الجنة وفريق في السعير سبحان الله كيف مثل إذن سيد ربي سبحانه وتعالى يتسرق بكي دل المخلوق الضعيف اين فغد خدمت اين فوين يفرد الجميك اين فغد خدمت الجوارحي سيد ربي الذي كي يتصرف ويعلم يس وكتفنت الملائكة
ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. إيش وقت أبدخل كتفني لك رد غرس كما ترد الزر سيدي ربيع أكيني غرد تكتفتي كالزر دشيد خرم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وما تغرد تكتفني لك أتصب من حوال جنيا مرة إمام ودري غير من ذلك تمش تحرر ورك وسعيد على زيادة تفضيك شو وقت بتزدخيني أسنر مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سيدي ربي مو يظلم يوم أيت في الدخل كتثني لك هجمني أستو حسب في الناس كان يد مثلا أكيد جزي ربي ما شوين العي خرمت كي جزي شوين العي ما شوين النظر إذن تيك زران سيدي ربي الخالق سبحانه الحكمة إنسى البالغة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يعلم شوين نخدم يقال وما ربك بغافل عما تعملون سيدي ربي يغفل لا فين تخدم أين تقرض وين تخدم أو يغفر في الناس يقرض الله معكم إنما كنتم والله بما تعملون بصير سيد ربي ونقنا ويصر جميع وين تخدم من مرة يقرض الله يعلم ما تفعلون يعلم سيد ربي وين تخدم من مرة يقرض والله خبير بما تعملون ينادي إبوذة الخبر ويصر ويعلم مرة وين تخدم إذن احذر عشمانيه المخلوق الضعيف العبد الضعيف أتحقر أخذ زورن سيدة ربي غرورك أتوضي عباد أكنوك زرنا لهم أكنوك شوينا لهم أتشفرت في اللسن ولكن في سيدة ربي سبحانه وتعالى ولك ثقي على المعنى إذيس غسم لك الله يصلحها أكيد إيجي مقيد ولكن أترضى في روع لك مكنوك إذي زرنا الله أكبر أتشفرت غفل غشم وكزرنا لهم ولكن سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى أتحقر أخذ زورك أخذ زورك غرورك وتصرزل تريساس وتصرزل الحرمينس أتسنته كبن الحرمينس يقرد وخلق العزيز سبحانه وتعالى خزر كانت مثلا الحديث القدسي ذر صرحمينس إلى غدس خطر يقرد يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم في الخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم إنه أي عبادي إنه ما تصرد بدون كل نصر غالب يغسع ابن الإيمان نوني القص إينا ملك الظرام باللي زرقني إيش ما تحقر مخزوري سبحان الله خزر في إثمان ذا حليل إلا غيت حليل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فلما جعلتموني أهوان الناظرين إليكم إذن ذا خزوري ومرام إذ حقرم إذا رويدا بكم يدي خزار المرام والعاقفة مثلا العاقفة قوين يحقر لخزور سيد ربي قال لنا أنا ذكس الحاجة يوارنا تصدس العامل يسمى الرد يروح سبحان الله نصر دي العصرية تعيش تفرن الغشي مغاف مدن وتنظرنا لها أحيانا تبقين دي العامل العايز زي غشي انتفض تظرنا انتفض تصوم انتفض تحج باش أدفن كما فرن الغشي ماذا لو حسن فكرة الربا يكتب في السيف الخمر الخيانة ولاش لشو مخدم لها خدمة التمرة وانشتبوا الدوكيارة وزمرانات أديملين قبرانة وقتمتوا ونبكارة وقدار صغير وقدار صغير وتسملين النلام ويبكارة إذن العمل كمرة الخبيثة غيروا ذلك يعني خدمت ونلو قدر ربي والدوكيارة الظليث والدوكيارة رمضان والدوكيارة ذي الحج الدين القديم صار فيهم تظلم وتخدم ضرر في عائل ديريهم تسكر ضرر وتسكيدي في ضرر وتخدع ضرر وتسخن ضرر الأمانات وتسلم ضرر جاريك وتصدق ضرر الوالديك وتصدق ضرر الدرياك اللي ورا بيه وتخدم ضرر أين ندير وين يفلكي حاسس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا إذن أنا أعطيه بني العقوبة ينشئ وذي عايزة لا العمل يسمى الله يهبط كري الزول كري الزام كري الزكاة مرة أبو كري يخدم العمل الصالح يروح اسمه الله خزر شيء يقال وش يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن ذي الأعلى منا أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بالحسنات مثال جبال التهابة فيأتي الله عز وجل فيجعلها هباء منثورا قال ثوبان رضي الله عنه وأرضاه إند الناس يا رسول الله جليهم لنا أو صفهم لنا قال
إنهم من بني جلدتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن الأخوة بالأمين وعلى وضل يوم القيامة سلحسنة أزل قذران تهمة لشبحان جبال تهمة بيضاء. إن السيد ربيان أثناء أدي صوتك العام الناس الذي يغيظ وبرى بروح كذا إني روحي فوق الصحابة أخي عني الناس توبني رسول الله نمو بيجيهم تحصر في الناس بيجيهم الناس أمكور بيهم تظلنا ما كانت تظلنا تصوصنا ما كانت تصوصنا تسلفين دقال ما كانت تسلفين مكور بيهم إليك ولكن ما لو خر من أفن الغاشي تصوص من تريسان سيد ربيان تستهكن الحرمان سيد ربيان أما كنا قلنا دي شوية لا سيد ربيان حقرنا خزورا سيد ربيان ربي جوية ربي ذي الغضب يا سيد ربي يعني سبحان الله خزر ما يليه العبد يخدم الدين مرة في آخر المطاف كل شيء يروح سبحان الله ندث فوق تمساتين استخدار كان مثلا هذه يليه العبد دين شوية مرة دي العصرنا العصرنا وزي لا الإنسان هذه ينكرا يقيم دي جماعة مرة الدنيا تسيين ولكن ولا قادلين دي ثوراقين شيئا هذه قمية ودي المكتب نس هذه يخدم الحسابات لكونتابيليتي اي مسين على يختلس الاموال ذين اموال بالغة اختيار غاجيبيش ذين السيسرة ذين الحرام ذين الفقراء ذين المساكين ولكن هذه غم الاثر قنشت النينس الحسابات هذه غم السياسية باش يدي سفانة للاثر اكلوا يتسوى الطافرة ولكن يوم نرب لي سيد ربي غادي يتسواني لترسمي زراثة سيد ربي يولاهم الجنوية قيام غاجيبيش لو كان يزرين الخط الخطورة غيك ساعة وجدها بلي يقيع الرويس يقيع خميس يسنقاثة باش يتنس ويسكشم عليه حرام غير بخير الجليس ولكن وكي تزرين على الغاشي حقيقة ولكن سيد ربي يزركي أنا ويقي غلثني حرام يسكسي كالبابيس مدى التاريخ ويقي غلثني حرام قلت شغل نثري حرام الحرام يسنقار يخامن الحرام يتسلم يخامن للخالي السنجات وشولين يقال سيد ربي سبحانه وتعالى وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وإذا خمن سنب ولا نخيان يقال وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أتسعدين فلس نصبح صغير مثل دي الزرد يخمن سنجي ما تسعني يعقين سبحان الله كان مثل هذه اليوم يوني أم تجارة تسكر ذي الميزان يجعلوا ليش ويت الدزران ولكن سيد ربي زراكي يقطع فيه لو كان سخم ذي حسابي ثقلوا سجلس صف تغرقض تغرقض ذي الخسارة خطر الحرامية جلس الحلال كل شيء روح يند يون التاجر يند إنه هاي مسك شمال مسك شمال الغرق يند معناه إنه هي أنا في من نوع سبحان الله أني سيدي كام أبناء دم وينك إنه فارم أنيس هي حرام ماشي ما تخرب يوت السلعة ما تخرب أما بالمكلة أما بالغير الغربية أني استنفع العبد أن كشين يسد فرحة فرحة اللي سرس المكلة المكلة تخرب سيدي سرس الطبلة تشين اللي هو شو تندر سرس الطبيعة تشين هو شو تمرد سيدي فلاسة تصفحة تساعة بلا جار فلاس ولكن ملك الله يزرع بلين الشعب مرة حميت خطر إيه والنعاسين هذا الحسيس القصد النوعية أتديك شو الشيطان أسيس القصد النوعية باش أذي يربح أكثر سبحان الله ماشي اللي ونسيني دي حكولة كاس نقارن دي تصدق المسؤول للصنعاني وإذا قلت خدم الصنعاني سيدي سنقصاص دي وعقار لي خدم أكني سنقصاص دي ويا باش أكنا دي الربح أكثر سبحان الله وإذا رب الله الربح تسير ربي دي تكن أدي جعل الفاركة دي وين أكني يزدي فيك أكني ولكن أدي روح أدي سنقص دي الميزان غادي يزدي دي السماء غادي سنقص دي نوعية سيد ربي ما سيفتح القنوات أشي يفتح لي فريت إثم دانينس وثتش على رام أين يفو أشعر شورة أم القرآن يغال في الناس أغل داخل النيم ولكن ما تخزر الله داخل تصفضوا ليش كل شيء رو أغنجر بجيموني سبحان الله هذه اللي عبد الدخي التخام ديس دخل الحجرة ينسوا حلسة ليس ما قال التلفازة هذه شوالي البعيدة أغنجر بجيموني أحلى الأفلام الإباحية ليس ما قال الفيلموني هارويني قال لي حرام ولكن غاش يرولا في الاهف بلك ويتسجل العدد ديك شمغ الغرس ما بين يتسيون غا في القول ثاني يرقاكي ما دي جعل اذ الطفا فشري خدمك خدمك نيا وخاصة دي العصر اللي يتعيش دي العصر الانترنت
أكثر من 350 نايف للقنوات الحرام اللي تاع السن باش أصدر لعك البشرية بما لي تبرد الصور أي مذن. ولكن سيد ربي وثيدي قال للعالم أي شيء يمتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقد سعقب من سيد ربي يزاركين غسل عباد ما ممكن تزرنا. ولكن سيد ربي يزاركين أنت تصار سيد سي أهدار تزرد باللي ما صار ردو بالسلسكة أهدار الأجل من المرض يوم بلك يقفض يقفض سيدي ربي روحني نكدي الوقت اللي قلت لكني دير عامل لي هذا اش حد يقول لي تهضر هكا ليا عند فرض باش اسال هذا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اش حد العبد ادي ادي يقفل فخام ديال السي يتسلم شوف لا يتبان ولا شي لعب لي لا يقدر يبان قبري دابا نسى ولكن اتفض انا يتسلم الخبر الجمال ديال ثابورتي شحال شمال قال الصباح هذا النساء الخمور البعيد عن جربي جميع مدين يوغي سيد ربي اف العيبه دي فر ولكن سيد ربي ولا السوق عالم ولا السوق عالم معنا هذاك اللي خسر هذه الدنيا ذا نشتكي ذا خساره فيفيس ام كان حقا خجور سيد ربي سبحانه وتعالى ابي اليوم اي مثل المعلم المربي اريلين البعيد عن جرب جنونين يكتب العلم في الطلاب سبحان الله هذه إيغويست أناني ولكن ما وسن سكالة ثموسني يسعى ثموسني يسعى أذن تحرم ذي ثموسني يسعى سبحان الله خزر كان أنشتري ذيوث الظاهرة زيخني وياشيت ولكن تقالي قد ظاهر أنتنا إذا رجال يتربين ثموسني يسعى أغف الطلاب سن نشوالي ثم أما لقدام للطبات ذي السبيطارات ذين يفين عالمي فلا يضحكون لم العباد أي مثلا يقال بدي أرزق ذي المهنة يقيم خلال تموسني وتسعين روية المذن ولكن لا تحت كرمي من سنة تستعدي من أنا روية المذن وقت الجريمة تجين أي مثلا قناعة كام أي إنسان يستنكران إذا قد يستعلم الغير نظام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة إن دون أريكت من العلم وتي شوفوا غيره الغير وتي سحفظ غيره إلا تسخ من سيدة ربين بلجام اتمس يوم القيامة قول على ذاك إذا مغفول مسكين ولا شروق ضرر لما ميسى الإنسان الخطر خزرتش اللي قال وش يعمل النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له إذا علم ينتفع به مريم مثل عبد كل شيء فكف الأسمر أكو حاشة ثلاثة الحوايج صدقة جارية صدقة جارية قنحول تخدم في الناس ولد صالح ما يسعان ميس النحية يكتب عنه ذريد النحية أسيد عوس الخير أثي تصور الله جريس أخذ العلم ما تشفر بالعلم تحفظ بالعلم المثل سمثل بلك هذا أبدي يغلين لهلك أكيم في مغاربة المخلف أتصور إيمانيك إسميك قارن أتصور شيء تسعيد وتصرف على ذريد ملي وتسسين درام أرنويك بالذات تسعيد وتسسين درام أكثوث الله ديمانس أريد من الخلال إنه مثل مرات شعور الكليمة أم كانت خدمة أول شيء قيم الميتين والتربيح الدوليث والتربيح اليخر إذن استعلم أين تصنر أين تصنر شوف غير في الغير نظر وقين شوية الظاهرة أي مثل إلى من كل إنسان دي لنا نزوغ نيسة غروية باش أدي خدم ذر الصلاح حيث مش يضح حقيقة ذر الصلاح للمجتمع ولكن ذر الصلاح حيث إنسان ماذا كان يموث العلم الإنسان يحوم قروا علم ينتفع به كالوان دي أليلي وإنك الناس حفظتكني وثي قروا الأجر لك كتصر يوم القيامة مين يستولك شينها بلد ماذا قلت ثم وثض وثحر العباد دي العلم اللي نتساعدك وثم وثض ثقوط يديك أمينك نتسوي يقول جهنم البعيد غن جرب يجي المؤمنين يقول الفريش غن جرب يجي المؤمنين سبحان الله الكعية مثل إذن أنا عقيب الليمة لا للعباد وفي نظري ونحاشا سيدي ربي أخدم من دي المعصية دي السير ولكن سيدي ربي تعاقب يتن دي العلانية أهل عقب دي العلانية من بعد الغشم أصغر سبحان الله وهي المسكين ويستهل ربي ضروري سوى اشتقنين خطر المعصية يخدم يسدي السير ولا شوية يزران يتس الخمر وشوية يزران يخدم الفواحش للمنكرات وشوية يزران يتسكر يخدع يشكي الدين يتسخان ولا شوية يزران
سيدي ربنا في دي فرح دي العلانية لقزالة زي لان بعد الغشاء الوهمن أن سيدي كوايا ولكن سيدي ربي قزران بجون يخدم دي السير أرميتي عقب دي العلانية سبحان الله إلا قنا عقلك أنا عقلك كما يتمنى والعبد أي مثل إلا أنا عقيب اليوم أبي زرب للجوارحيس أدخل الجوارحيس أدخل الشهد في الناس الجوارح ذي الدونيث أي مثل إلى قد يعقل العبد بالليل الجوارحيس الشهد في الناس أسكن الزات سيد ربهم يقرب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أدي شهد في الكيرسي أدي شهد الفوسي أدي شهد تولي أدي شهد نظري من كل الجريحة إلى أني كتشهد مرة أفوسي كسين أخذ ما يحرام أني كدن أخزر على الحرام إذا أني سخر الروح على الحرام أعبوذي كسين تشهد يحرام اللي سني كسين أين خدمة ماشي لهم فرون اللي كتير ذو خيانات ذو الفساد داخل المجتمع الغيبة النميمة وين كنت يوبي سيدة ربك أدي شهد غفابيس داشا السنة دا سيدة ربي ما ليني دي الجوارحي كدي شهد الفلاك داشا السنة الجوارحي دا فوسي دا ضري دا ذيسي تسيطي إدي شهد الفلاك داشا استرد الجوارح سيدة الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله إذن أيضا مثلا الفضيل بن عياض رضي الله عنه هم كدي قال إند عليك بطريق الحق ولا تستوحش قلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين إن أثبع ذلك أين دين الناس دربي خدم أكن دين الناس دربي غس دروسك تبع على ذلك ولكن لو تسوي ذلك سوف في ويه تبع أكن دين الناس دربي إن دورك أكثر غور الدنيا أصدع ذلك الغطي غس عفظ مرة هجمنها في ذلك كامل ولكن غورك أكثر غور في ذلك أصدع ذلك الغطي خطر ذلك النمو يسفوها سبحان الله يقال سيد ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقال فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني الله زركا إذا سؤال الورفان يوم قريب أما كنا أذي ذلك الورفان كن قربنا مين الورفان العهد قريب من يعني وقد الغضب سيد ربي ماشي الغضب العهد يقال الورفان يوم أذي غور غفي عبد وينتسحر أذي تسحر العباد سوي تسحر أذي تسوي العباد سيد ربي تسوي دارهم سبحان الله أنا كريت استحيل يعبد أدي استحيل عبادة من سام سيد ربي سبحانه وتعالى أدي استحيل الروح يسأل ورسي الله سحاس ورسي الله دريس ورسي الله العلم يسأل ورسي الله أم عيش أرزق يسأل ورسي الله يسيسي قدار يسيسي يحوز يسيسي خدم يسيسي تنفيس يسيسي تحري وتستحيل سيد ربي استحيل يا ليش بزمان عبد الشيء ويزيلك أكي ينفع وكيد ينفع على سيد ربي ويزيلك يضر وكيد يضر على سيد ربي كما يتمثل سبحان الله رجع يا ربي دي مؤمنين يتمثل الإنسان المؤمن الصابر أدي اسمقى الغشي تسخرن أدي اسمقى الغشي تشجر الجوع من سن الحرام ولكن سيو من سيحية يوم سيد ربي هو الرزاق ذو القوة المتين إذن سكني ذا الرزاق سبحان الله قد سيد ربي سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عقبة للتقوى أمر الأهلينك إمانك ذو خميك للأهلينك استظليك الرزق كاكل رزقا ما تبع ذا بلد الدين ولسبب ذا رزقك كي يتبع السنة درسيك كشينا أتحرك كان الجوالحين لرزقك السنة درسيك إذن الإنسان المؤمن وذي صور المال الحرام أذي صغر في الشهوات للنفس غسي اسمه قال غشي تبع الشهوات تنفسي إنسان ولكن إنسان أذي صغر أذي اسمه قال العباد خدمان بعيد عن جربي جمومني ذي الفواحش للمنكرات ذي ليس قلوق الأولون العباد مرة ولكن الإنسان المؤمن أذي صغر إذا أذتب عن أريد من الربا كذا للحين صار يصغر أريد التقرضان أدي صبر أريد الخيانة أدي صبر
نسيت شنو قال كان المصير اللي صار سيدي ربي شويه مثالي قبيل قولي السالي حرام ويتبع على مبرد الحرام قولي السلام الى مدن اي نودي حدا ستيدي شو ديك السلام الباقي هذا المره كل ولا شي شي ولا شي تفاصيل اي خطر كل شي يتفكى حاجه بعد يقيمن يتشمى قال شويه من الحياه يتبع مريد من فيشو شبيح صلى الله عليه وسلم سيقارا اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه نار ربي رزقي فقنا عطيش ويني غيشي إذا رزقت فقضي فقضي دي فارك المكنين إذا رزقتني سبحان الله أذي تعيش حاشا من دين حلال أذي صدقات سيدة ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وش ما قيل لهم ذو مون الغشي كان يتمثل وقنا ذي ربح الدنيا ذي ربح الأخذ وخطر إتسرق أخلاق ويزرع العقيبة إنس أن إذا تسدوه فهو الحرام عند العاقبة نسد خسارة أما ذي الدنيا أما ذي الأخذ إذن يقارك من راقب العواقب نجا وسلم واللي زرع العاقبة ضفري ذا ودي يشوفه إنجا ويسيم بذيس وذي المؤمن الصابر إذ مثلا العاقبة نسد إذي جنث سيد رب الخالق سبحانه وتعالى نسيني ملكش من الجنث أمن سامي ذي لرغى ورصة جاء يا ربي من أهل الجنة غير مثل أسيني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أسيني اللي عسيا من غير جنة سيد ربي في اللسن سوينة صبر أثناء الصخاف من سيد جنة ولكن الفاسق الكافر ويني تعيش اللي يحرام أيه مثل أن يوظالي من فغنغ الوين العين للدنيا أن يوظالي من فغنغ في حرامها يفغل وين العائل للدنيا ويتفغل للدنيا ويتفغل خطر يظلم يغشي يتشدد يغشي يسمي دم المدن ويجمل هذا يفغل أمين يفغل لك خميس داخل الوسيف داخل الوسيف هذا ذي حمية داوي وسك أنت ذي حمية ما داوي أتقيا داقيا داوي إذن أذي يتمتع للدنيا ذي جعل ماليش يتمتع الصح ولكن يوينا ذي الخيال ذي ذي عديهم ويسعى على مازال ويسعى على الاساس ولا قرار ذي فاك وين تمتع ذي حرام عند اثفق من سرديس البعيد عن جرب يجي منين اما سي الحكمه ينسى البالغه اثي عاد تشد دوني واما اثي يجي غير الاخر خزر كم في اسمي قال يريد ما لك شنو راجع لما البعيد عن جرب يجي منين ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فتشان الخير موين تشان دي دوني كل ولا رور من الخير مو كيف تشان دي دوني ذي لخاف التيس سبحان الله وانا يتشان الحرام من دوني دخين دوني والسلام الحلال اللي ندي يخاف شغل الفاكية من الحرام حلات سيدي حرام دي دوني والسلام الفاكية اللي خاف بعض الفواحش المنكرات الافعال يوسي لربك ان تحرم فبيس دي حور العين يوم القيامه دي جنه كيف مثلا واني شوان الخمر الخمر الدنيا ويتسال الخمر الجنه الله خير بينكم مرانكم ذي النعيم المقيم ايه اجهدت لربنا الانسان المؤمن وتزرر الكافر الفاسق ولكن يكشنك من الحرام للدنيا رجل ربي يجي مؤمنين الطيبات اللذائد أسينا أنشتغي مرة أخرى فكم تكون ويد الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها سبحان الله كم يتمثل إذن المؤمن يتخمم الود الذي يقولين أم كان يصار سيد ربي أم كان يقابي سيد ربي أم كان يقيم الزات سيد ربي ما سيني واقفوهم إنهم مسؤولون سعنا سقسي مثل سقسي تغفل الدم زاد سيدي ربي واثني دي سقسي إلا قد هجين الجواب من سنة أقضي هذا الغنى على الورس سبحان الله خزر كان مثل يعمل يفكثي ربي دي شبحان غير دونيث ولكن هذه خمامة كان يغيز كان زاد سيدي ربي ويتسوي تسعد شري ويد ساعة طرد شبحان هذا ربنا غير يجار الدنوب يرون دم بلا الدنوب ولكن هذه يغرز يتشور الدنوب قد ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ثغيد حذون فكرون يدو حذون ثغيد حذون ذا شو يقولون إذا كنا نتفكر مرة الدنيا في الجنتين كامل السيدة ذا شو يقول ذي العمل نون ذي عيث مغدري أم كان قبيس إذا ربيس وشو يزاد قبيل أنسحي الزاتس يقرد أي مثلا
ابن رجب ابن الجوزي للكتابين السفن افلسنا الغربي العلماء اهل السنه يقرا ايش 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 هضر في كده كتاب السن هذه قال الى عن ابو حامد الخلقاني رحمه الله يكشف الامام احمد رضي الله عنه العالم الجليل ذو سينا إنيس يا إمام ذا شاد ند القصائد القصائد اللي كان بيشفرها أمي خدمنا خدمنا بيشفرها إنيس القصائد إده الدرنا في الجنة إده الدرنا في النص سلفيد سجن سلفيد جهنم ذا شاد ند إنيس الإمام أحمد رحمه الله إنيس فكيد ينفي وشو ينفي القصيدة بغض صدر القصيدة إنيس أبو حامد الخلقاني رحمه الله إنيس فينك نغد لذكر الشينا إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني إني سنتين أما كان دنيغ ماذا قلنا ما قيغ سيد ربي سبحانه وتعالى ما بيدي سقسي غيديني وتستحضر على تعصيني فرض الذنبيك ذنب عاصيني غفل خلقي وغفل العباد تستحضر دوقة الطن وثبت يديه يمدق يد غربوري يقرد أبو حامد الخلقاني يند يرد تبوث يخشم على خير يرد تبوث يند سيغة سند تعاودي وانشتقين إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني يند يجب جدي سلوم الإمام أحمد أكام يثمثل أسمع دينيسي ربي وتستحي ملاغ تعصميهم فرد الذنوب نون غف العباد ديو وذكنتني ذا الساقين يهيد هوني متقيم غربوري ذا شو ما أسنان للجواب ما يديني ربي وتستحاب تعصيري فرض ذنبيك غف مدن ثقوت لدى يهيد غربوري ذا شو ما أسنان ذوائي ولا يمنع الساقين ضمع غد عشر الدنيث الموت قلت زيغة غورين مدي بضاد يوي روحيو أنا ولد فغار غورين مقلغ روين يدي زين ولي من عن وينين أين تخدمت دي ثو ذاتيك ذينا دفض غورك السليم أبو الرحمن ثنقرات أرغور كيدعو حذريا خفف في الليل العثافي صرح ما كنا ليين إذن أنزل كان القبيسي دربين بغدي سقسين أدين وتستحى ملاث عصاميين أم كل يولد أزده برق بياسي دربين بلا ترجمان أدين وتستحى ملاث عصاميين تفرض الدنو فيك غف من الدن نكينيين تقوذني دس غربوين ذا شو الجواب هرسترون يقال سيدة ربي تشم غور الورفاني غف العبد ونسعى على الحياة ويتسحى يسعى قلل الحياة مع سيدة ربي بلك يتسحي العباد سيدة ربي يتسحى يتسوى العباد سيدة ربي يتسوى ذلك إذن أيضا مثلا حذاري وحذاري وحذاري أشجعت سيدة ربي وكيدي زرارة وصرق ذلك غاشي أشجل سيدة ربي يعبدوا تصدرهم يعبدوا كن فعل لهم وتصدرون لهم ولكن سيدي ربي عزيز سبحانه وتعالى فوسي سرد بريض بنادم إلى قد ترقض إلى قد تعصر لمنك في الناس أتظرون ذات غثية في كل زمان وفي كل مكان أين فغط خدمت عقب لي سيدي ربي أكيد يتما قاي حذار كي دي زارت قرن كان حذار كي دي زارت خدمت أين نهارم حذار كي دي زارت تفعذ بريض الحرام كان يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب قويس أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أعبد سيدة ربنا ما كانت تسوية ماذا قلنا أنه تسوية ذرا أعقل تسويلك إذن أشبيح عزيزا سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى دي قرن فلما جعلتموني أهول الناظرين إليكم أشي ما تحق ربا خزوري ما يكون الخزر يقسم جزالي ويجي صرح ما ينسي الله ألا غدا يهدر
أسن خرمزالي وخرزور مسيدي ربي ماجد خرزور مدن كان يتمثل أثن تستحيل أثن سواد أغي جاي ربي لي مؤمنين أغي يو ربي تقول فريد السرحن أغي من ربي سبل السلام أغي من ربي السرحن أغي فريد غفاث اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.